إذا لاحظ أنا قلت خدماتنا موجهة للمجتمع، فهذا أول التقاء مع عامل خير. العامل خير موجه للمجتمع لتعزيز المسؤولية الاجتماعية المجتمعية، تعزيز قيم واضحة، قيم العطاء، قيم التسامح، قيم الحمد على النعم والشكر. فإحنا جزء من شغلنا أوردي، يعني إحنا نقدم خدمات اجتماعية ومجتمعية للمجتمع. إذا عززناها بالقيم اللي تسعى إليها هذه المبادرة، إذا هني نحقق التكامل والنظرة الشمولية لعملنا، يعني نأطر بإطار آخر. فعلى سبيل المثال إحنا من اختصاصاتنا الإسكان. طبعا اليوم الإسكان حق مشروع لكل مواطن وفق فئات وضوابط معينة، إلا أن في بعض القوانين أو التشريعات لا تشمل بعض الفئات اللي يعنيها عامل خير. فلذلك نبدأ نجدد قوانيننا وتشريعاتنا بما يتناسب ومتطلبات عامل خير. اليوم عامل خير جزء منا أسر الشهداء، في قوانيننا وتشريعاتنا ما كانت موجودة، فنبدأ نصير هذه التشريعات أو القوانين أو الآليات بما يتناسب معها. وبالإضافة تعزيز المسؤولية المجتمعية، وأكد عليها المسؤولية المجتمعية والاجتماعية لوزارتنا بكل ما فيها من قوانين أو أفراد أو أنظمة لتحقيق هذه الرؤية.